الله الرحمن الرحيم به نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حافظينا صح؟ <applause> يلا غبنا وغاب الإبداع ورجعنا نتكتك الأوضاع اقلب الشاشة واستمتع بالمشاهدة الله عليكم ناريين ايوه كنت اياها نار نار وشرار طيب الاركي او اللي انتم مستنيها اللي هي وحده قال وحده حصه بتشرح الوحده من هون ما راح اجي احل المسائل انا راح احكي لك قوانين وقواعد وكل شيء اخذناه في مشت... الوحده الاولى الاقترانات الاسيه واللوغاريتميه واللوغاريتميه يا حبيبي يا طالب الادبي يا قلبي يا طالب الادبي طيب, طيب. ركز معي وروق حنبلش درس 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 رح نخلص الخمس دروس وتاخذ الزبده من هذول الخمس دروس نبلش الدرس الاول انطلقنا الدرس الاول كان شو اسمه الاقتران الاسي صح صح هذا الدرس بلش في تعويض العدد فكره تعويض العدد داخل الاقتران الأُسي وهي بيجي عليها بالوزارة عشان تكون بالصورة تعويض عدد بيجيب لك اقتران أُسي وبقول لك اعطينا عند اكس 2 اكس 3 اكس 5 بتعوض في إيه الاقتران الأُسي وهي اعتقد ما عندكوش أي مشكلة فيها بعدين دخل على خصائص الاقتران الأُسي وخصائص الاقتران الأُسي أول شيء طبعا الاقتران الأُسي مثلا 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 أستاذ أعطيني مثال اثنين ثلاثه قوه ناقص اكس زائد خمسه انا بدي اعمل خصائص على هذا الاقتران اتفقنا اتفقنا المجال بدون ما تطلع ار اثنين المدى بيعتمد على مين بيعتمد على المعامل مين المعامل اللي هو هذا اللي بيكون جنب الاقتران الاسي المعامل هذا المعامل اذا موجب بتقول لي من ثابت هذا الكي للمالا نهايه يعني هنا واذا سالب بكون من سالب ما لا نهايه لهذا العدد طب هنا موجب ولا سالب استاذ هون اثنين موجب بتقول لي من الثابت مش تقول لي من اثنين لما لا نهايه بقطع ب... بفرمك ب... اسمع بسمع بلع... بعمل فيك قليت بندوره هي هاي تفحص هاي اللي بتنكتب هاي بتفحص هاي بتنكتب هاي بتفحص هاي بتنكتب اذا هون بتقول لي من خمسه للمالا نهايه لانه موجب طب استاذ لو كان سالب بتقول لي من سالب ما لا نهاية لا الخمسة لو كان هاي سالب اثنين بس هاي مش سالب اثنين خلص طيب طيب إذا القاعدة شو بتقول لي إذا المعامل موجب من ك للما لا نهاية وإذا سالب من سالب ما لا نهاية للكي دير بالك من سالب ما لا نهاية للكي صح صح اتفقنا 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 ورب الكعبة اتفقنا طيب خط التقارب مش الراسي الافقي الافقي مع الاقتران الاسي الراسي مع اللوغاريتمي خط التقارب الافقي هو واي بيساوي اللي هو العدد اللي هون طب استاذ لو ما كانش موجود بتحط صفر واي تساوي صفر اذا احنا دائما بنقول له واي تساوي كي تمام تمام اربعه المقطع الاقتران الاسي عشان تكونوا أنتوا بالصوره هيو هذا هو الاقتران الاسي رسمته يقطع مين الاقتران الاسي يقطع محور واي اه اذا هون يسميه مقطع واي شو بنسميه المقطع واي المقطع واي شو يعني يعني اكس صفر بتروح بتعوض في الاقتران بالاقتران اكس صفر يلا فبتقول 2 3 0 في سالب 0 زائد 5 صح صح يلا واي بيساوي 3 قوه 0 اوعى تقول لي اثنين في ثلاث ستة بعدين صفر لا الأسس قبل مشان الله مشان الله الأسس قبل ثلاث قوة صفر واحد في اثنين بعدين الضرب واحد في اثنين اثنين زائد خمسة سبعة إذا بدي اياها كنقطة بحط صفر وسبعة بيجي بالوزارة ورب الكعب بيجي خمسة خمسة متزايد أم متناقص وهاي تتبع فيها طريقة مين؟ العبد الفقير اللي أمامك لله طريقة خليليو شو بقول لك طريقة خليليو؟ بقول لك بعلم. بتروح على المعامل تبع الاقتران الأسي إذا موجب بتعطي صح إذا سالب بتعطي خطأ بتروح على إشارة إكس إذا موجب بتعطي صح إذا سالب وبتروح على مين؟ على الأساس اللي بيكون اللي هو هذا الأساس وين راح؟ هذا فلا. الأساس الأرضية إذا كسر بعطيها غلط وإذا عدد بعطيها صح طبعا عدد أو كسر أكبر من واحد كمان بعطيه صح يعني شوف الكسر هذا بعطيه خطأ متى لما يكون بين الصفر والواحد يعني نص ثلث خمس سبع و... ثلاث اثنين ثلاث... على ثلاث... ثلاثة أربعة يعني الكسر هذا لازم يكون بين الصفر والواحد هسا اذا كان الكسر اكبر من واحد يعني زي خمسة على اثنين كان البسط اكبر مقام يعني هيك اكبر من واحد صح؟ او عدد بعطيه صح بجمع اذا جمعت صح او ثلث صحوح بكون متزايد واذا جمعتش ولا صح او صحين بكون متناقص اتفقنا اتفقنا طب هذا الاقتران اللي معانا هيو انا جبته هون اول شيء معامل موجب اعطيه صح الاساس عدد اعطيه صح واكس شو كانت الاكس هاي هذا موجب اعطيناه صح وهذا عدد اعطيته صح اه الاكس سالب بعطيه خطا اذا جمعت صحين شو جمعت صحين اذا جمعت صحين هون في الاقتران هذا بقول له متناقص ليش لانه صحين متناقص هيك انا بجيب الخصائص اتفقنا اتفقنا طيب نيجي بعدها لا التمثيل البياني لمين للاقتران الاسي التمثيل البياني للاقتران الاسي حبيبي وعزيزي الطالب شو ماله استاذ التمثيل البياني للاقتران اللوسي انت بتعرف انه هيك شكله بعرف بس كيف نرسمه بدقه اول شيء نعمل جدول اكس وواي وبنعمل ثلاث مربعات الاكس هون بنحط صفر بنحط هون موجب واحد وسالب واحد في الكتاب بقول لك خمس مربعات انا بدي ثلاث مربعات بكفي بتعوض في الاقتران اللوسي مثلا كان هيك اقتران اللوسي قال لك مثل لي بتعوض ثلاثة قوة صفر اي عدد قوة صفر واحد وهون واحد ثلاث قوة واحد ثلاث وثلاث قوه سالب واحد اللي على ثلاث تيجي بتعوض بيطلعوا هون واحد وهون واحد وهون واحد تمام تمام بترسمه تمام تمام بس بدك تعرف شغله تعال اقول لك تعال لازم تعملش حالك تعال بس شوف ثلاثة قوة اكس هيك الرسمة صح؟ متزايد صح؟ طيب لو كانت ثلاثة قوة سالب اكس اه قوه سالب اكس يعني هون ضربنا اكس بسالب بده يصير انعكاس على واي اه كيف بدها تكون تكون هيك تمام تمام طب استاذ لو كان سالب 3 قوه اكس ضربنا الاقتران كله في سالب بكون رسمته هيك يعني هذا هيك اه الاقتران كله ضربناه في سالب لما نضرب الاقتران يعني الواي في سالب بيكون انعكاس على اكس بيكون انعكاس على اكس هي الاقتران انعكاس هي الاكس صح صح يعني بدل ما هو طالع هيك بصير طالع هيك هيك بصير اه هاي اللي هو الاقتران في سالب بصير انعكاس على اكس هيك واخر شيء ممكن اضرب الاقتران في سالب واكس بسالب اثنين في سوالب بتكون رسمته طب استاذ ليش بتجيب لنا اياهم؟ لانه ممكن يجي ضع دايقة. فلازم تعرفوهم هسا اذا ضرب في سالب رح يجي هون يعني اذا بصير انعكاس على اذا اكس في سالب بصير انعكاس على الواي بدل ما هو هيك بده يجي هيك صح؟ بده يجي هيك وبعدين بده ينعمل له انعكاس على مين؟ على واي فبده يصير هيك واو شوف هيك 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 طبعا هذا السهم مش لازم يكون هون هيك لا هيك وصلت وصلت طيب عشان تكونوا بالصوره هذا بنتزايد ايوه طلع عليه مش مال اليمين طالع طلع عليه شمال يمين نازل متناقص أو إعمل طريقة خليلي طيب طلع عليه شمال يمين نازل متناقص طلع عليه شمال يمين طالع متزايد أه لازم أعرفهم هذول أه أستاذ لازم تعرفهم هذول الأربعة لازم أعرفهم أوكي ولا مش أوكي؟ أوكي كله ولا مش كله ولا كله ولا بعدين في شغله في الدرس الاول لازم تعرفها عن الاقتران الاسي هسا الاقتران الاسي بي هو اكس صح صح هذا الاساس وهذا الاس صح صح متى يطلق عليه اقتران اسي في شروط شايفين هاي البي اللي هو الاساس اه استاذ بنعرفها مش لازم تكون واحد مش لازم تكون صفر مش لازم تكون سالب مش لازم تكون متغير يعني حتى يطلق عليه هذا اقتران أسي هذا هذا الأساس اللي هو العدد بزبطش يكون واحد بزبطش يكون صفر بزبطش يكون سالب بزبطش يكون متغير إذا ذكرت واحدة منهم بطل اقتران أسي صار اسمه اقتران عبد المعطي حلوة طيب طيب التمثيل البياني أخذناه لبني قوس هاي الحالات تبعات الرسم أخذناهم متى يطلق عليه اقتران أسي اخذنا الخصائص واخذنا ايش؟ اللهم صل على سيدنا محمد قبل الخصائص اه اخذنا اه تعويض عدد في الاقتران الاسي هذا هو الاقتران الاسي بس اخر شغله في الدرس الاول عشان انا اكون يعني انام وبالي مرتاح الاسئله العمليه اللي هي الاسئله الحكي حكي السواليف اخوي الاسئله العمليه بجيب لك اقتران في الدرس الاول بجيب لك اقتران زي 200 ثلاثة قوة اكس بدك تفهم شغلة الطالب بخربط فيها بديش اياك تخربط فيها اذا بتخربط فيها بفرمك ماشي استاذ ماشي مونت علي شوف علي في عندك هون في الاقتران شغلتين اللي هم اكس واف الاكس اكس بالعاده بتكون عدد الساعات عدد الايام بغض النظر نسميها عدد الساعات ممكن تكون عدد الايام عدد الشهور عدد السنين بغض النظر وهذا مثلا عدد الخلايا البكتيرية أنا بدي سؤال قد ما شفت سؤال الخلايا البكتيرية رسخ في مخي عدد ال أعطوني اه 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 شيء بيمثلوه يعني عدد الخلايا البكتيرية عدد الخرفان عدد مواطنين عدد السكان حلو في نوعين من الاسئله هون بكون طالب بدك تنتبه اه اذا قال لك أوجد عدد هذا اللي بيمثله طبعا الاختراع بيقول لك اف اكس يمثل كذا واكس يمثل كذا هون طلب أوجد عدد مثلا الخلايا البكتيرية ها لأنه الخلايا البكتيرية بتمثل اف اكس ها إذا كان اكس بعد مثلا آه ثلاث ساعات بتروح بتحط الثلاث هاي محل اكس وبتجيب الجواب طبعا لما تحل لما تحل هذا اول شيء بتوجده بعدين طوله 200 بيطلع معك تشوف بينما بعد كم ساعة ممكن يقول لك يكون عدد الخلايا البكتيرية مثلا انا بقول 7000 خلية بكتيرية هسا هون معطيك عدد الخلايا البكتيرية يعني هذا العدد وين بحوضه محل اف اكس حلو وهون بكون المجهول مين بكون مجهول الاكس طب عشان اوجد اكس انا اللي هي عدد الساعات بعد كم ساعة يعني المجهول اكس بروح بقسم على 200 بخلص من ال 200 حلو بضل عندي 3 قوة اكس بيساوي طبعا 0 مع 0 0 70 على 2 35 3 قوة اكس 35 استاذ كيف بدي احلها؟ من حسب الدرس الخامس اضرب الطرفين في لين تنزل الاكس تقسم على لين تلان ثلاث علمناها تمام تمام فانتبه هذا النوع من الاسئله جيد جدا هاي الحاله حذكرها في الدرس الخامس تخفش طيب خلصنا الدرس الاول خلصنا الدرس الاول نيجي على الدرس الثاني ذكرت لك كل شيء فيه يعني خلص خلص تعيطش. الدرس الثاني اللي هو اقتران النمو الاسي والاضمحلال الاسي في اربع قوانين لازم تعرفهم اقتران النمو الاسي اقتران الاضمحلال الاسي اقتران الربح المركب وهون الربح المركب المستمر اوكي ولا أو مش اوكي اوكي طيب اسهل ثتين النمو الاضمحلال ليش لانه اي اوف تي بيساوي الكميه الاصليه الابتدائيه 1 زائد ار اللي هي النسبه المئويه قوتي ودائما النسبة المئوية اللي تذكر في السؤال مثلا 20% ذكر في السؤال دائما اقسم على 100 النسبة المئوية اللي بتجيك في السؤال اقسمها على 100 حولها لعشري حولها لعشري بعدين حطها هون في السؤال اوكي بعدين بتجمع لها الواحد بصير قوتي بطلبها في الاسئله طبعا بتحط القيمه الابتدائيه مثلا هون 2000 مثلا بقول لك وبتجمع هذول مثلا كان 20% اقسمها على 202 بال10 1 و2 بال10 1 و2 بال10 قوتي وبتقول لك بس بدي هاي العلاقه بس مرات بجيب لك العلاقه هاي جاهزه بقول لك شو النسبه المئويه هون النسبه بتكون 2 بال10 لانها مزيود على الواحد يعني افصل الواحد بس 2 بال10 بتكون مرات بطلب النسبه ومرات بطلب هاي 1 r اسمها عامل النمو عامل شو؟ النمو، ممكن تكون في السؤال واحد واثنين يطلبها، يقول لك شو عامل النمو؟ تقول واحد واثنين. تمام تمام. وتي هون الزمن. وهون نفس الشيء. A of T بيساوي P الكمية الأساسية الابتدائية، واحد ناقص R، لأنه اضمحلال، تناقص، هناك تزايد. قوتي، هذا عامل الاضمحلال، دير بالك ممكن يطلبه. هاي الكمية الأساسية، هون بنطرح، يعني هون مثلا لو 2 بالعشرة، هون بصير 8 آه تيب ألفين 2000 طبعا انا بذكر هيك مثال على سبيل المثال أستاذ لو طلب النسبه المئويه كيف بدي اعرف كملها للواحد من 8 بالعشره للواحد 2 بالعشره فتقول له النسبه هون 2 بالعشره كمل للواحد هون اما هون اشطب الواحد بتاخذ العدد ممكن يطلبها وممكن يطلب عامل اضمحلال بقول له 8 بالعشره واضح وممكن يقول لك عند تي او تي بتوجد هذا المقدار بتضرب ب 2000 ممكن يجيك هالقيمة جاهزة أو ممكن يجيب لك سؤال أنت تحط القانون وتحط كل المعلومات فيه عادي طب اقتران الربح المركب طبعا هاي بسموها جملة المبلغ شو بسموها جملة المبلغ بساوي الكمية أو المبلغ الأساسي واحد زائد R على N N في T N عدد الدفعات بالسنة عدد الدفعات بالسنة يعني كل أربعة أشهر إن ثلاث كل ست اشهر ان اثنين. كل ثلاث اشهر بتقسم 12 3 اربع مرات، يعني كم مرة بتدفع في السنة؟ لو كل شهر 12 مرة بدفع في السنة. لو كل يوم 365 مرة. لو كل اسبوع 52 مرة. وهي ان، هي ار قلت لك لازم تحولها ل 10، بتقسمها على 100 في السؤال، دير بالك. أول شيء بتجري هاي العملية. بعدين بتجمع لواحد. بعدين هذول بتكون ضربهم بترفع للقوة. بعدين هذا المقدار كله بتضربه في بي. هيك بتشتغل على الحاسبة. هاي اول مرحله بتجمع واحد هاي ثاني مرحله بترفع للقوه القوه بتكون مضروبه بتكون ضربهم انت على هاي ثالث مرحله الجواب كله تضرب في بي هاي اخر مرحله عشان يطلع معك الجواب صح هيك الخطوات الحل طب الربح المركب المستمر كمان جمله المبلغ بيساوي اللي هو بي اي ار تي الاي طبعا موجود في الاله الحاسبه اللي هي العدد النيبيري موجوده معك هاي العدد النيبيري ار نفسها النسبه المئويه وتي الزمان والبي المبلغ الاساسي بس اللهم هون اي أس... هذا بسموه الاقتران الاسي الطبيعي اقتران الاسي الطبيعي اللي بيكون اساسه اي بيكون اساسه اي في عندكم مشكله في هاي الاقترانات لا استاذ بس بدك تكون حافظهم هذول بدك تكون حافظهم تكون ح... عارف حبشتكناتهم بس بس حافظهم لانه مرات بيطلب حبشتكناتهم اه اه دير بالك بيجي أس... يعني انواع من الاسئله النوع الاول من الاسئله بيجيك سؤال انك بدي اقتران النمو او اقتران المحلال بيجيب لك بي وتي وار وعوض او ممكن ما يجيب لك تي ار وبي وعوض يا هون بس دير بالك هون لازم يذكر كلمه الربح المركب هون ربح مركب مستمر لازم يذكر كلمه مستمر عشان اطبق على هاي النوع الثاني من الاسئله ممكن يجيب لك ال... القانون والتعويض جاهز يطلب شيء جوا القانون زي مثلا يطلب النسبه يقول لك واحد بالعشرة 2 تي زي هيك شو النسبه ما بتحطلوش واحد واثنين لا النسبة اللي زادت على الواحد ما هي النسبة هي بتكون اللي زايد على الواحد هي النسبة اللي زايد على الواحد بتكون هي اثنين بالعشرة أو ممكن يطلب القيمة هاي كلها اللي هي اسمها عامل النمو أو ممكن يطلب هاي الشغلات ديروا بالكم يطلب عامل النمو طلبها في الوزارة يطلب النسبة طلبها آه يطلب هون بس دير بالك كيف بدنا نعرف النسبة بتوصلها للواحد بتكون اثنين بالعشرة طب عامل الاضمحلال بطبق اه بتكون هي 8 بالعشرة يعني هون ما اعتقدش هون يجيبها لانه في ان بتكون مقسومة على 4 الا اذا جابها بدك تكون انت القيمة يعني هون مثلا جاب 1 و2 بالعشرة زي هون بتشيل منها الواحد بضل 2 بالعشرة 2 بالعشرة هي بتكون ار على ان ويقول لك والله اربع دفعات بتقول ار على 4 بيساوي 2 بالعشرة 2 بالعشرة في 4 تكون 8 بالعشرة تكون 80% وصلت وصلت بس ما اعتقدش هذا النوع من الاسئله قوي جدا يعني فعنا نوعين من الاسئله يا انك انت بتحط القانون وبتحط كل شيء وبكون طالب بالقانون انت تحط كل حبشتك انت تذكر القانون من عقلك وتحط القيم ويكون واحد من دوائر الجواب او يجيب لك القانون فيه القيم ويطلب شغله من هذا القانون اه نوعين بيجيك من الاسئله وبيجي اسئله في الحل يعني مو. يا نمو يا اضمحلال يا ربح مركب يا ربح مركب الصفر الاغلب بيجي ربح مركب ليش؟ لانه القانون هذا هو فيه شغل اكثر لانه فيه إيه حالات اكثر وفي اكثر الطلاب بيكونوا مش حافظينه لانه أصدق واحد هذا. بس لا تخاف يعني مرات بيجيبوا الاضمحلال جابوا جابوا هذا وجابوا هذا، هذا ما جابوش. فبدك تكون حافظه، ممكن يجي سؤال حل. هذا هو الدرس الثاني. اتفقنا؟ اتفقنا. وممكن يجيب لك كمان يجيب لك مثلا ااا إيه اللهم صل على سيدنا محمد والله أنا عندي يعطيك قيمة A of T ويطلب الزمن هاي صفة معادلة أسية زي ما قبل شوي وريتك إياها هاي زي هون يعطيك القيمة هون تحلها عشان تجيب X هاي صفة معادلة أسية بتحلها على المعادلة الأسية تمام تمام طيب نيجي الآن على الدرس الثالث الدرس الثالث اللي هو بسموه الاقترانات اللوغاريتميه شو الاقترانات اللوغاريتميه والاقترانات اللوغاريتميه اول ما تدخل عليها شو بقول لك اوجد اللوغاريتم هسه اللوغاريتم بالعاده عشان نوجده عشان انا اكون معك صريح انا لا مش لازم اللوغاريتمات ببلش معك الدرس الثالث لانه الاقتران اللوغاريتمي هو الاقتران العكسي للاقتران الاسي صح أول شيء لما يدخل معك الدرس الثالث الاقترانات اللوغاريتمية بده يوريك من وين اجت وهو شو الصورة العكسية إلها فبدك تعرف انه في علاقة بين اللوغاريتمات والاسس فبروح بصير ايش يسألك عن الصورة اللوغاريتمية والصورة الأسية يعني ممكن يجيب لك صورة أسية يطلب الصورة اللوغاريتمية والصورة اللوغاريتمية يطلب الصورة الأسية بيجي بالدوائر في الوزارة بيجيك طب استاذ هاي كيف احنا ممكن نجيب لك صوره لوغاريتميه مثلا لوغاريتم اه الثلاث للاساس اثنين اه بدناش ثلاثه حط ثمانية اه بس بس يعني تكون عشان تكون صح وهون ثلاث هاي الصوره اللوغاريتميه حول لصوره اسيه اه قلت لك السيف اثنين قوه اللي برا اثنين قوه ثلاث بساوي اللي جوا ثمانية خلصنا وممكن يجيك صوره اسيه مثلا 10 آه، قوة 3 بيساوي 1000 مثلا انا بقول مثلا حول لي اياها صورة لوغاريتمية اللو بحط اللوغاريتم بترك فراغ اه بترك فراغ وبحط المساواة شوف هي السيف تبعي صح 10 قوة 3 السيف هي 10 قوة 3 هي السيف وهذا اللي جوا اللي هو 1000 ممكن يطلب الحبشتكتينتين يعني يا هيك هيك او يا هي هيك هيك الصورة اللوغاريتمية او الصورة الأسية اتفقنا اتفقنا طيب ليش هيك اه هذا ده طيب اخذنا الصوره اللوغاريتميه الصوره الاسيه هسه بعد الصوره اللوغاريتميه والصوره الاسيه بدخل معك في الدرس الثالث خصائص الاقتران اللوغاريتمي اوف اه خصائص الاقتران اللوغاريتمي عشان انت تكون بالصوره لوغاريتم الاكس للاساس بي تمام تمام طبعا يا جماعه قبل ما اروح على الخصائص متى يطلق عليه اقتران لوغاريتمي في شروط الاساس مش لازم يكون شو حكولي واحد صح مش لازم يكون اقوله يا صفر صح مش لازم يكون سالب صح مش لازم يكون متغيرها مش مش معنا تمام, تمام. نيجي على الاكس مش لازم تكون سالب مش لازم تكون صفر بس صفر وسالب تمام تمام هسا واحد عادي لانه لوغاريتم الواحد من الواحد وين ما روحت لاي اساس بيطلع صفر هاي بنعرف هالمعلومة أما هون مش لازم تكون هاي واحد ولا صفر ولا سالب والإكس مش لازم تكون لا صفر ولا سالب عشان يطلق عليه اسم اقتران لوغاريتمي انتبهوا على الداخل والأساس احنا بنقدر يطلق عليه اسم لوغاريتم إكس للأساس ب اتفقنا؟ اتفقنا طه. نيجي على الخصائص استاذ نيجي على الخصائص اول شيء انا بدي ابلش بالمدى ليش؟ لانه مدى اللوغاريتمي هو نفسه مجال آه الاسي، شو مجال الاسي كان؟ ار بكون مدى ار اثنين المجال ناخذ ما داخل اللوغاريتم يعني اللوغاريتم اقتران هون للاساس A ايه باخذ ما داخل الاقتران واكبر من صفر بروح بجيب قيمه اكس وبحط يعني اك اكس اكبر من صفر بحكي من صفر للمال النهاية طب استاذ كانت مش اكس مثلا لوغاريتم بحكي مثلا مثلا 2 اكس ناقص 8 للاساس 3 تعطيني مجال بقول 2 اكس ناقص 8 باخذها ما هي اكبر من صفر بنقول ال 8 على 2 على 2 اكس بيساوي 8 2 4 إيه سوري اكبر شو يساوي اكس اكبر من 4 يعني 4 للمال دير بالك في المتباينات بسموها متباينات اكبر واصغر اذا قسمنا على سالب او ضربنا بسالب نعكس اشاره المتباينه اتفقنا اتفقنا خلصنا المجال بس خليني اشيل هذا الحبرشتكنات لانه انا بحكي بحب اشاط امثله انا بطالع بس اعطيك القوانين والحبرشتكنات ف خلاص يعني الباقي عندك اوكي اوكي طيب ثلاث خط التقارب الراسي اه هون خط التقارب الراسي ما داخله بيساوي بصفر يعني بتكون هون اكس آه سوري بصفر صفر هون بتطلع اكس لها قيمه ممكن تكون اكس لحالها بتكون اكس تساوي صفر او بكون لها قيمه تمام زي قبل شوي لوغاريتم 2 اكس ناقص 8 حلو قال لي اعطيني خط التقارب الراسي هذا كله بمسكه بساويه بالصفر بنقول الثمانية على اثنين على اثنين اكس تساوي اربعة فهاي هي خط التقارب الراسي اتفقنا؟ ما داخل اللوغاريتم اكبر من صفر هذا المجال ما داخل اللوغاريتم بيساويه بالصفر هذا خط التقارب الراسي وليس الافقي انتبهوا الراسي وليس الافقي اتفقنا اتفقنا أربعة المقطع هسا مش المقطع واي هون المقطع اكس ليش؟ لأنه رسمة اللوغاريتم عشان أنت بتكون بالصورة هيها اللوغاريتم لوغاريتم فالمقطع اكس هون بقطع ايش؟ المحور اكس فالمقطع اكس يعني مين؟ يعني واي صفر واي صفر يعني مثلا اجاك لوغاريتم اكس للأساس ثلاثة بساوي الاقتران مش شو... واي آه... بشيل واي بحطها صفر لوغاريتم او اف اكس للاساس 3 بحولها للصوره الاسيه 3 قوه 0 بيساوي ما داخله اكس 3 قوه 0 1 بيساوي اكس اذا هون بكون المقطع اكس 1 طب استاذ افرض مش اكس عادي ها اكس ناقص 3 اعطيني المقطع اكس بحكي 3 قوه 0 بتساوي ما داخله x ناقص 3 3 قوة 0 1 بساوي x ناقص 3 زائد 3 زائد 3 صح x بساوي 4 3 زائد 1 4 فبيكون المقطع x 4 حسب انت شو بيكون معك بتساوي اتفقنا استاذ اتفقنا في مشكل نو no مشكل انا بحاول اعطيك كل الحبشتكنات اللي ممكن تيجي المجال المدى. آه خمسه اخر شيء <applause> كنا بالانساب بس وين اه هو شو خمسه يا عيني عليك متزايد ام متناقص نفس الطريقه اللي علمتك اياها اخو هاي اللوغاريتم هاي الاكس هاي بي وهون المعامل واي شوف نفس طريقه الاسي باجي المعامل اذا عدد إيه سوري إذا موجب بعطيها صح، إذا سالب بعطيها خطأ. باجي على الأساس إذا عدد أو عدد أكبر من واحد كسر بعطيه صح. إيه بين الصفر والواحد بعطيه خطأ. الإكس إذا موجب بعطيها صح، والسالب بعطيها خطأ. جمعت صح أو ثلث صحوح متزايد. ولا صح أو صحين متناقص. بتحكي جد أستاذ؟ بحكي جد. جربها. جميل. طيب بعد الخصائص بدنا نيجي على التمثيل البياني التمثيل ايش البياني شو التمثيل البياني اه تتذكر الخوات هاي اه جسمي طيب التمثيل البياني شو ماله اول شيء انت بتعرف انه رسمه اللوغاريتم هيك اللوغاريتم اه هسه لما يجيك مثلا رسمة لوج اكس للاساس 3 انا شو قلت لك؟ قلت لك حوله حوله للصورة الأسية ثلاث قوة واي بيساوي اكس هاي أول خطوة حوله للصورة الأسية اثنين ابني الجدول هون حط اكس وهون واي بتعمل ثلاث مربعات بس هون ما بتحط قيم اكس هون احنا الاساس واي بتحط قيم واي اللي هي صفر واحد وسالب واحد بتحطها عند واي مش عند اكس عند واي بتحط ثلاثة قوة صفر واحد ثلاثة قوة واحد ثلاثة وثلاث قوة, قوة سالب واحد ثلث هيك صارت النقاط فلما انت تيجي ترسم ثلاث واحد تقريبا هنا واحد وصفر هي هون وسالب واحد لا ثلث سوري مع سالب واحد هون هون اوكي فبترسم الخط طبعا تقدر تبني خمس مربعات ايفر هسا في حالات لازم تعرفهم باللوغاريتمات وبيجوا بالدوائر شو هم هسه اذا قال لك لوج الاكس للاساس 3 هذا الرسم العاديه لو قال لك لوغاريتم سالب اكس للاساس 3 ضرب اكس بسالب بصير انعكاس على مين أستاذ بصير انعكاس لما أضرب إكس في سالب بصير انعكاس على واي هاي واي بدل ما هو طالع هيك بيطلع هيك طيب لو ضرب اللوغاريتم نفسه في سالب يعني المسألة كلها ضربها في سالب سهل جدا الواي إن ضربت في سالب بصير انعكاس على الإكس هاد بده ينزل هيك وهذا يطلع فوق فبتصير هيك طب لو ضربنا اللوغاريتم في سالب والاكس بسالب هاد عطوفتك نفس الشيء لما نضرب الاكس بسالب صار هيك وبده يصير له انعكاس هيك فهي هيك شفت هيك هيك هيك, هيك, هيك. ما شاء الله كل واحد ماخذ مش راده كلهم بيقطعوا اكس شلهم كلهم طبعا بدك تعرف شغله اللوغاريتم الاكس مثلا لثلث اه هذا بكون متناقص دير بالك اذا كان الاساس كسر في انا متناقص ستطلع عليه هذا طالع اما زي هيك بكون نازل هذا متناقص هاي لازم تعرفها اما الباقي خلص هذول الباقي لهم دخل بالاشاره ما هذاك له دخل بالاساس. تمام تمام هسا تطلع لي على هذا من شمال اليمين طالع متزايد او على طريقه خليلي. طلع لي عليه مشمال شمال اليمين نازل متناقص. طلع لي عليه شمال اليمين طالع متزايد. طلع لي عليه الشمال شمال اليمين ناقص متناقص نازل متناقص. اوكي okay. هذول لازم تعرفوهم اه ولا خوي اوعى غرق جسمك اوعى اذا الاقترانات اللوغاريتميه لازم اعرف شو هو الاقتران اللوغاريتمي شو شروطه الصوره الاسيه والصوره اللوغاريتميه خصائص الاقتران اللوغاريتمي رسمته والرسمات اللي شفناهم هدول الشغلات اساسيات والاسئله العمليه العاديه يعني اللي فراطة يعني شم شامي روش طب خلاص لازم اقول لك يا زلمه الدرس الرابع قوانين اللوغاريتمات مين اسمه قوانين اللوغاريتمات قبل ما تبلش بدك تعرفهم انه اللوج اكس في واي للاساس ايه بصير لوغاريتم اكس زائد لوغاريتم واي الضرب بصير زائد وهون القسمه بتصير طرح يعني بصير لوغاريتم الاكس ناقص لوغاريتم الواي قسمة بتصير طرح ولوغاريتم اكس قوة ان للاساس ايه القوة بتيجي قبل بصير لين لوغ الاكس للاساس ايه هترفوهم صح استاذ اه اوف ايه دخلنا على الدرس الثالث <applause> ولوغاريتم اذا كان نفس العدد هون وهون شو الجواب واحد او اذا كان مثلا مثلا يعني اي اس ان هذا بروح بصفي ان شو مكان وفي قاعده كمان بتقول لك كمان يا الله زيدك من الشعر بيت اذا كان في عدد مرفوع لللوغاريتم وكان الاساس نفسه نفس هذا العدد هذا بنزل نفسه شو مكان كان هون بينزل هذا بلغي هذا وتنساش حكيتها طبعا انه اللوغاريتم الواحد لاي اساس صفر قولاً واحداً شو قولاً واحداً شو قولاً واحداً ايوة طيب في هذا الدرس يعشقون في عندنا يعني نوعين من الأسئلة قبل الصورة المطورة والصورة المختصرة أصبر أخوه ولا أصبر بجيب لك معطيات السؤال يعني مثلا بيقول يقول لك لوغاريتم مثلا مثلا الثلاث للأساس ايه بيساوي واحد وستة ولوغاريتم السبعة للاساس ايه بوين تسعة تمانية انا بقول مثلا بشوف لك معطيات زي هيك وبطلب وبطلب على المعطيات زي مثلا مثلا يقول لك مثلا اعطيني لوغاريتم 3 على 7 بتقول له لوغاريتم الثلاث ناقص لوغاريتم السبعه وبتطرح هاي القيمه هون بتحط بتحط بتطرحهم مثلا يطلب لوغاريتم ال21 للاساس ايه تمام طب شو علاقه ال21 ما ال21 3 ب7 اه يعني هخليها استاذ 7 في 3 اه للاساس ايه واحكي لوغاريتم السبعه زائد لوغاريتم الثلاث حتى الاساس ايه صح بحط القيمه واجمع ممكن يطلب مثلا مثلا لوغاريتم 49 الاساس ايه طب شو علاقتها يا استاذ ما هي 49 7 قوة 2 للاساس ايه و2 بتيجي قبل بصير 2 لوغاريتم ال 7 للاساس ايه هاي معي بحطها بضربها باثنين 2 ممكن احطها لوغاريتم 9 بتس... 49 940... 300 ابصر ايش اللي هو تربيع هذا التربيعات بدك تكون جا... منتبه هسا في شغله بدك تنتبه لها كمان في فرق لما يقول لك لوغاريتم 3 على 7 يصير طرح ولوغاريتم يقول لك لوغاريتم 3 على لوغاريتم 7 لا هون على طول اذا كان لوغاريتم فوق ولوغاريتم تحت بتجيب قيمه هذا اللي هو 1.62 مباشره وهون لوغاريتم 7 وبتقسم مباشره ليش لانه هذا لوغاريتم على لوغاريتم هي ما لهاش قواعد خلص بتحط القيمه على القيمة وقسمه بتضلها قسمه اما 3 على 7 اه هون بصير طرح ونفس الشيء هون ال21 مثلا قال لك لوغاريتم 7 في لوغاريتم الثلاث هاد ضرب هاد لا بتجيب قيمه هاد وبتجيب تخمها وبتضربهم لانه لوغاريتم في لوغاريتم بينما هون 7 في 3 اه هي بتصير جمع بتكون لوغاريتم واحد هون بكون لوغاريتم واحد بطبق القواعد اما اذا كل واحد اللي لوغاريتم لا ما بطبق قواعد بل التزم زي ما هو موجود بلعبش بلعبش اه بلعبش أوه. 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 اوه 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 والله طب مثلا على نفس السؤال لوغاريتم قلت لك مش نفس السؤال سيبك من السؤال اللي راح هذا السؤال اجي بالوزاره واللي شافني حليت حليت زي هذا قال لك لوغاريتم الثلاث لوغاريتم الثلاث لا لوغاريتم ال 30 لوغاريتم ال 30 هذا كيف بنحله؟ بتقول لي لوغاريتم الثلاث في اللوغاريتم لا زائد أنا ناس السؤال من أنا هاي اللوغاريتم العشرة لأنه الثلاثين ثلاثة في عشرة صح صح لوغاريتم العشرة الأساس عشرة واحد زائد لوغاريتم الثلاثة أوكي أوكي يكون موجود في الدوائر عادي راح تلاقيه. ممكن تلاقي لوغاريتم مشكلة نسيه بجيب لكم اياها شوفوا في الدوره على اسئله الوزاريه انتبهوا على اللوغاريتمات بهذا النوع ارجعوا على حصه الوزاري مهم جدا طيب عرفنا هذا النوع من الاسئله اللي بجيب لك معطيات قيم وبطلب هذا بيجيك بالوزاره هسه الصوره المطوله والصوره المختصره هلا ممكن يجيك سؤال المختصرة اه ممكن يجيك السؤال ضع دائرة ويجيك سؤال حل بالصورة المطولة وبالصورة المختصرة اه الصورة المطولة يعني اكتب بالصورة المطولة يعني بجيب لك اللوغاريتم هيك مثلا اكس تربيع واي تكعيب على زد للاساس بدك تفرض الضرب بصير جمع والقسم طرح بعدين القوة هاي تيجي قبل آه تمام وانتبه هاي الصورة مطولة زي هيك وانتبه إذا في جذر قبل بتحاولوا قوة وبتجيبوا قبل وبتوزعوا على الكل انتبهوا هاي المعلومة واللوغاريتمات مثلا كان هيك زائد ما بتوزع على الزائد او على الطرح اللوغاريتم ما بتوزع مثلا لوغاريتم اكس تربية زائد واي تربية هاي بتضلها زي ما هي جد والله اه في ناس بفرشوه شو بروح بحطها لوغاريتم اس اكس تربيع زائد لوغاريتم الواي تربيع غلط غلط لانه اللوغاريتم ما بتوزع على الجمع اللوغاريتم ما بتوزع لا على الجمع ولا على الطرح اكتبوها اللوغاريتم لا بتوزع لا على الجمع ولا على الطرح على الضرب والقسمه بس زي هيك بتضلها زي هيك هذا غلط هذا غلط دير بالك بتضلها زي ما هي هاي فيش لها اختصار زي ما هي فانتبهوا لها هاي الوزارة بتكيف عليك لما انت تكتب لي اياها زي هيك مثلا لو ثلث لوج الأكس ناقص لوج 2 لوج الواي زائد لوج 3 زد اوكي اوكي تعال نظبطها يلا هاي لوج الأكس قوة ثلث ناقص لوج الواي تربيع أول اشي ببلش في القوة. وهون زائد لوج الزد تكعيب انتبه دائما الزائد باخده مع الزائد هذا اشارته زائد بس بحطهاش باخد الزائد مع الزائد والطرح بكون تحت فبحط لوج واحدة بحط هذا انتبه علي الزائد مع الزائد بحط اكس قوه ثلث وزد تكعيب والناقص بحطها هاي تحت انتبهوا هاي الشغلات والجذر تكعيبي تقدر تحطه جذر أستاذ طبعا هون تكعيب هاي هو ثلث تقدر تشيلها تحطها جذر تكعيبي طبعا صح فبدك تنتبه الصورة مطولة الصورة مختصرة شو في حبشت حكيناها وشوف أسئلة الوزارة الحصة الوزارة اللي حليتها على الدرس ها. على الوحدة هاي الصورة المطولة والصورة المختصرة وآخر درس اللي هو الدرس الخامس اللي هو المعادلات الأسية المعادلات الأسية قبل ما يبلش فيه بعلمك على الآلة الحاسبة على الآلة قبل الح... ما يبلش بعلمك على الآلة الحاسبة عشان هو ما يتغلب لأنه بحل المعادلات أسية بالآلة الحاسبة فبيش بعلمك على الآلة الحاسبة وبيش بيقول لك في نوعين من الأسئلة أنت لازم تعرف طولهم من الآلة الحاسبة أسئلة مباشرة بتطولها من الآلة الحاسبة وأسئلة غير مباشرة بدك تعمل شغلة حتى تطولها من الأسئلة واش لما يقول لك مثلا لين الخمسة بتروح على لين تكبس خمسة بتجيب الجواب هاي آلة حاسبة أو لوج الثلاث بتروح بتجيبها مباشرة من آلة حاسبة ما جاب لك أساس لأنه اللوج اللي موجودة بالآلة الحاسبة هي لوج العشرة الأساس عشرة اللي ما إلها أساس زي هيك هاي من الآلة الحاسبة مباشرة بتجيبها مين الأسئلة اللي بتجيب غير مباشرة ما يقول لك مثلا لوج الخمسة للأساس ثلاث هاي مش موجودة بالآلة الحاسبة داخل وخارج داخل وأساس طب شو بدك تعمل؟ هاي يا حبيبي بتروح بتحكي له لوج الخمسه على لوج الثلاث بينهم قسمه بينهم قسمه لوج اللي فوق ناقص لوج اللي تحت وصلت؟ اه ساس اه شو يا حبيبي فكر شو انت الحياه مش سهله لوج الخمسه ولوج الثلاث يا بتحطها هيك يا بتحطها هيك اذا من الاله الحاسبه تحط قوس قسمه لوج الثلاث تحط قوس هاي على هاي دير بالك هاي مهمة جدا بحبوها الوزارة هاي ممكن يجيب لك اياها بتبسيط هاي الفكرة كنت أنا قاعد بتذكرها هاي ممكن يجيب لك اياها بتبسيط أو يجيب لك اياها بمسألة بدك تعرف هذا فوق وهذا تحت وممكن يكون في اختصارات ممكن يكون في اختصارات اوعى اوعى تخربط فيها طيب تعلمنا على الاله الحاسبه استاذ تعلمنا بدخل على المعادلات الاسيه شو بدخل على المعادلات الاسيه وانا في المعادلات الاسيه اول نوع شيء بيساوي شيء شيء بيساوي شيء قلت لكم عنهم صح ممكن 2 قوة إكس زائد 1 بيساوي 8 2 إكس. يكون الإشي بيساوي إشي، آه يا أخوي، يكونوا من نفس العيلة، زي 8 و2، هذول من نفس العيلة، لأنه يعني 8 بقدر أخليها 2 لأنه 8 أخليها 2 قوة 3 قوة 2x و 2 قوة x زائد 1 قوة القوة تضرب 2x في 3 6x وهون 2x زائد 1 واتبع قاعدة إذا تساوت الأساسات تساوت الأسس تساوت شو؟ الأسس أقول له x زائد 1 بساوي 6x وحل هلأ ممكن الإشي بيساوي إشي يكون مثلا 3 قوة 2 اكس بيساوي 7 شيء بيساوي عدد شيء بيساوي عدد هنا شيء بيساوي عدد هنا شيء بيساوي شيء يعني اس بيساوي اس بس بيكونوا من نفس العيلة هذا ابسط شيء في الاسس هون شيء بيساوي عدد بدي انتبه قبل ما بلش هسا شيء بيساوي عدد ممكن نجيب لك اياه هيك وممكن جيب لك اياها هيك. شو الفرق بين هاي وهاي؟ بدي انتبه لشغله. بطلع جنب الاقتران الاسي اللي هو هذا. هذا الاقتران الاسي. بطلع جنبه في إشي هون؟ لا. ببلش بضرب الطرفين بضرب الطرفين في في فين؟ بضرب هون في فين؟ هون في فين؟ بنزل اثنين اكس لين الثلاث بيساوي لين السبعه بقسم المعامل اللي هو 2 لين 3 وهون 2 لين 3 اكس بيساوي لين 7 على 2 لين 3 بينما هون شو فرق هذا عن هذا في عدد قبل ما اضرب الطرفين في لين بدي انتبه هل جنب الاسي عدد جنبه هون في عدد لا بضرب في لين اذا جنبه عدد بقسم عليه ماشي ماشي لازم انظفها نظفتها اه اضرب الطرفين في المية تمام هذا بيجي قبل بصير 2 اكس لين الثلاث بساوي لين السبعة اثنين اتفقنا؟ ايه اتفقنا بدي اكس على 2 لين الثلاث على 2 لين الثلاث لا اه, اه صح اكس بساوي لين سبعة 2 على لين الثلاث 2 اتفقنا؟ اتفقنا هذا نوع الاسس العادية طب ممكن اشي بيساوي عدد بس شو فيه اي اه وكمان في نوعين ممكن اي تساوي ثلاثة اكس بيساوي عدد مثلا خمسة وممكن عشرة اثنين اثنين اي قوة ثلاثة اكس بيساوي عشرة بس فيها اي مسألة فيها لي طب استاذ في ناس بيضربوا بلوج ممكن يكون في المسألة الجواب بلوج على لوج نفس الشيء لين ولا لوج نفسها لج لينز او لوج ضربت الطرفين في لين او ضربت الطرفين في لوج نفس الإشي. طب تمام طب هون في شيء طبعا هاي الاختران الاسي صح؟ هي هي الاختران الاسي اه يلا في إشي هون جنبه لا اذا مباشره بضرب الطرفين في لين بس هون اللين مع الاي بيطير خاصيه اللين والاي بتطيره شو بصفي عندنا؟ 3 اكس بساوي لين الخمسه على 3 على 3، إكس بيساوي لين 5 على 3. بينما هون، آه أستاذ في عدد، آه بخلص منه، قلت لك بنظف. نظفت. إي بيساوي 3، إكس بيساوي 10 على 2 5. بعدين بضرب الطرفين في لين. 3، إكس بيساوي لين 5 على 3 على 3، إكس بيساوي لين 5 على 3. وصلت؟ وصلت. الروح على شيء بيساوي شيء بس هنا نفس العيلة. هسا بدي اروح على شيء بيساوي شيء اه؟ شيء بيساوي شيء بس مش مش من نفس العيلة. شيء بيساوي شيء شيء بيساوي شيء يعني اس بيساوي اس بس مش من نفس العيلة. يعني مثلا زي يقول ثلاثة 2 اكس زائد واحد بيساوي خمسة اه ثلاثة اكس. لاحظ انه الاساسات مش نفس العيلة قبل شوي اثنين وثمانين نفس العيلة بقدر أضبطهم لبعض أما هون مش من نفس العيلة إذا مش من نفس العيلة لاحظوا هناك ظبطت تساوت الأساسات لغيت سويت الأسس ولا عملت شيء لا ضربت بلين ولا بطيخ أما إذا مش ما كان نفس العيلة بضرب الطرفين في لين بنزل هاي بنزل هاي بصير عندنا 2 إكس زائد واحد في لين الثلاث وهون ثلاثة إكس في لين الخمسة هسه بالك انه هاي بتتوزع هاي مهم جدا بتتوزع اذا كان اكثر من حد بتوزع لين الثلاث في اثنين اكس اثنين اكس لين الثلاث زائد لين الثلاث في واحد لين الثلاث بساوي ثلاثة اكس لين الخمسة هلا بجمع اي مقدار فيه اكس مع بعض اه حلو استاذ هذا فيه اكس بخليه هون هذا فيه اكس بجيبه هون وهذا بتجيبه هون اذا شو صار عندي؟ اثنين اكس لين الثلاث دخل هاي سالب اي شيء بنقله من جهه لجهه بعكس اشارته سالب اكس لين الخمسه بيساوي لين الثلاث بطلعها برا سالب لين الثلاث صح ما دام الاكس هون والاكس هون بسحبها عامل مشترك 2 لين الثلاث وهون 3 لين خمسة شو بيساوي سالب لين الثلاث خلص انت شو بدك من الحفله هاي استاذ انا بدي اكس انت شو بدك من هاي الحفله انت بدك اكس طب شو بعمل اقسم على المعامل 2 لين 3 ناقص 3 لين 5 وهون نفس الشيء هذا المعامل بقسمه هون وهون لين 3 ناقص 3 لين 5 برافو برافو اذا اكس بيساوي سالب لين 3 على 2 لين 3 ناقص 3 لين 5 هاي قيمة اكس آه. واخر نوع من المعادلات الاسية لما يجيب لي ها مثلا 36 قوة اكس زائد خمسة ست قوة إكس ثلاثة زائد ستة لا مش ستة بديش ستة بس فكروني تفكروني أنا قصدها حط سبعة يا أخوي مش قصة يا أخوي تفكروني قصدها لا يا حبيبي هاي سبعة وهي اثناش أوكي قل جل... ويساوي صفر قل لي حلها شوف بدك تنتبه لشغله هون قبل ما تبلش هذا النوع اللي شيء شيء إشي بيساوي صفر وممكن كان يعني العدد هون تجيبه هون بس بيكون ثلاث حدود يعني بتطلع هون اوكي ولا مش اوكي اوكي هون ال6 قوه اكس وهون 36 قوه اكس ال36 وال6 لازم يكونوا هذول نفس الاساس وفي علاقه بين ال6 و36 ال36 6 قوه 2 قوه اكس زائد 7 6 قوة اكس زائد 12 بيساوي صفر. اه خليتهم وقوة القوة ايش؟ تضرب 6 2 اكس زائد 7 6 قوة اكس زائد 12 بيساوي صفر. لازم هذول يكونوا نفس الشيء، نفس الاساسات عشان اقدر احل. ممتاز استاذ والله ممتاز، هسا بفتح قوسين بيساوي صفر. 6 قوة 2 اكس، باخذ 6 قوة اكس هون و6 قوة اكس، لانه 2 وحده هون وحده هون. جود شو اول اشاره زائد نزلها سهله طب زائد في زائد زائد نزلها يعني اول شيء بتنزل اشاره هون وضرب الاشارتين هون عددين ضربهم 12 شو بعد ال 12 موجب استاذ عددين ضربهم 12 وجمعهم مش 6 لا باخذ المعامل انا عددين ضربهم 12 ومجموعهم 7 عدوا عددين ضربهم 12 ومجموعهم 7 4 ب 3 حط 4 وبحط 3 طبعا بدي هاي الإشارة سالبة ليش؟ لأن هذول الاثنتين بنحللنش خلي لي هاي الإشارة سالبة بمون عليكم صح؟ أستاذ آه بتمون علينا هسه بقول لكم ليش حطوا لي هاي الإشارة سالبة لا ما فرقتش معك حبيبي ما فرقت معك سالب بنزل سالب في موجب سالب بنزل بحولتهم بدل موجبات سالبة ليش؟ لأنه الموجب ما بنحل إذا كان في القوس موجب المسألة ما بتنحل في الاقترانات الاسسية باخذ هاي التلات. إيشي بساوي صفر بطلع الثلاث شيء بيساوي عدد هل في إشي هون؟ لا اذا مباشرة اضرب في لين اكس جيبها قبل في لين الستة بيساوي لين الثلاث صح؟ على لين الستة على لين الستة صح؟ صح اذا اكس شو بيساوي؟ لين الثلاث على لين الستة هاي أول واحدة جيب هاي هون يلا 6 قوة x ناقص 4 بساويها بالصفر، هاي بساوي صفر وهي بساوي صفر، اوكي، نطلع هاي الأربعة هون، 6 قوة x بساوي 4، حلو، في شيء هون؟ لا، شيء بساوي عدد على طول بضرب الطرفين في لين، إذا بشرط إنه ما يكون في شيء هون. قبل هون x لين ال 6 بساوي لين ال 4 على لين ال 6 على لين ال 6 x بساوي لين ال 4 لين ال 6 لين 4 على لين ال 6 هذا اخر نوع من المعادلات أوي. الاسيه بدي احكي لك شغله متذكر لما قلت لك برجع لك انا ذاكر تفكر نسيتك متذكر لما قلت لك كم ساعه بعد كم ساعه هاي الاسئله العمليه بده اكس يعني هون 200 3 قوه اكس اعطاك هون الجواب 7000 وقال لك بعد كم ساعه بدي اكس هون بقدر هسه احكي لك عن معادله اسيه في عدد هون مش قلت لك شيء بيساوي عدد هيو شيء بيساوي عدد صح هذا الاقتران الاسي صح صح فيه شيء معه اه قلت لك بقسم عليه نفس المعادلات الاسية اه يا حبيبي ولا شو مفكر شيل 3 قوه اكس شو بيساوي 0 0 0 0 70 على 2 35 صح صح باجي بقول 35 شو بيساوي 3 قوه اكس صح صح بيقربوا لبعض 35 و3 بقربوش لبعض اضرب الطرفين في الان الاكس ال تجي قبل اكس لين الثلاث بيساوي لين ال 35 بدي اكس على لين الثلاث على لين الثلاث اذا اكس شو بتساوي؟ لين 35 على لين 3 لين 35 على لين الثلاث هيك تحل الاسئله العمليه في الدرس الاول او الثاني او الثالث اذا كان معطيك عدد وبده القوه يحل على المعادلات الاسيه اللي انت بتاخذه بالدرس الخامس اتفقنا؟ اتفقنا هيك بتكون انت وضعك نار 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 يا جماعه الوحده الثانيه الاشتقاق اساليب جديده شرح ناري اسطوري خرافي اذا مش موجود معنا على الجروبات او قناه التليجرام تقدر تبعث لنا على 079 669 1306 جيش الهاك الملكي الاسطوري هو اكبر جيش في المملكه دقوا على الخشب جيش خليليو ثاني شغلة اللهم أه، صل على سيدنا محمد تنسوش الفصل الثاني حبشتكنات طبعا بعد ما ناخذ اشتقاق وتطبيقات اشتقاق كل وحده لها حصه وزاريه وحلها لها حصه ار او كل وحده عشان لما تيجي وقت الامتحانات بس راح تدرسوا هاي الوحده حصه ار كي او حصه وزاريه حصه ار كي او حصه وزاريه حصه ار كي او حصه وزاريه لكل وحده هذا مني لكم نازل على اليوتيوب ونازل على البطاقه طيب يا جماعه خليلو بدك اي مشكله اي سؤال ابعث له على 0796691306 اتفقنا بحبكم كثير موت 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 سلام عليكم